انت خلي بالك يا عصام، يعني انت عايز تعمل ايه الحاجات اللي بيعملها جمال؟ يعني تقول المطلع وتخلي الباقيين يغنوا كده، ما هذا نادر ده، انت ما قلت لي هيغني معي، لكن هو ذاته لما جمال بيجي يعمل الحاجات دي، يبدا المطلع ويخلي عاصم البنا، والله يخلي نادر وبعدين هو يغني. لكن الليله في اخر الحلقه دي والله ما غنى، هتشوفوا براكم. نطلع للجيل الجديد بقى ونشوف هذا الشباب النضر. ايه يا شريف، عندك يا نجمتي والسعودي استاذ سيد خليفه، دي من الالحان الرائعه جدا والكلمات رائعه، قول لي منها حاجه بالله. وابدعت الاغنيه، يعني من الاغنيات اللي منسيه لاستاذنا سيد خليفه، وايضا من الاغنيات الشهيره للشاعر الملحن المجدد احمد ابراهيم فلاح. الناس لما يذكروا الذين جددوا الغناء السوداني لا بد ان يذكروا هذا الشاعر الملحن اللي له بصمه. يا نجوم الليل أليل، وأنا شفت عليك البان ميل. إذن هو بيتكلم على نجوم من الحسن، مش نجوم في السماء، يعني قلب الحكاية. يعني نحن نقول النجوم في السماء، لكن الأرض فيها نجوم برضو، نجوم الفن ونجوم الجمال ونجوم الرياضة ونجوم المجتمع بصفة عامة. وين جمال الدين فرفور؟ الليلة. اها. الليلة ناوي؟ ناوي تغني؟ ان شاء الله. يلا. Yeah.
الفلي. يا جيمي يا جيمي جمال عندك عندي جايزة. لا ما يا عاصم عصيت. لا لا يا اخي جايزة جد يعني. ابدعت جد والله. الله يفتح عليك يا اخي. ايوه كده ايوه كده ما شاء الله. ايها السادة نرجو ان يطلع لكم جميعا نجم السعد. الى اللقاء. Yeah.